رحل عن الدنيا ولم يكن يملك إلا جاعداً أبيض، وكان كلما اتهم بسرقة أموال الناس ذهب إلى الإمام بجاعده الأبيض ليخبره بأنه لم يملك سوى هذا الجاعد، وما دون ذلك من أموال المسلمين فليس له. استحضار لشخصية أبي زيد الريامي قاضي بوهلة في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتصوير لمفردات الحياة اليومية أنذاك حتى يعيش القارئ معها كما لو كان في فيلم سينمائي. رواية الجاعد الأبيض رواية تاريخية تسرد حياة الشيخ العلامة أبي زيد عبد الله بن محمد الريامي منذ الطفولة مروراً بالأحداث الثقافية والسياسية والاجتماعية التي صاحبت كفاحه في الحياة. متسائلاً عن عنوان الرواية الجاعد الأبيض، والجاعد الأبيض المقصود هنا هو فرو مثل السجاد يملكه الشيخ أبو زيد الريامي، وهو محور الرواية في محاولة استحضار تلك الحقبة التاريخية التي لا يوجد حولها روايات أو التفاتة أدبية حديثة. سرد الكاتب خالد سليمان الكندي من خلال 26 فصلاً تناول فيها شخصية أبي زيد الريامي الذي تولى القضاء في بوهلة في الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث كانت خلالها بوهلة تعاني القحط وانقطاع الموارد وانتشار المجاعة كسائر بلدان عمان، ولم يكن الناس يعرفون النفط وقتها. اختار الكاتب سيرة حياة أبي زيد لما رأى فيه نموذجاً للشخصية العمانية القيادية الناجحة في إدارة شؤون ولاية بوهلة خصوصاً وإدارة موارد الدولة. فقد نجح الشيخ الوالي والقاضي أبو زيد في إحياء الأراضي الزراعية في بوهلة وتنشيط الصناعة ونهضة التجارة في العهد الذي غرقت فيه عمان والعالم في الركود الاقتصادي بسبب الحربين العالميتين، وذلك بعد أن تولى ولاية بوهلة وقضائها عام 1916 حتى وفاته. اعتنى الكاتب في روايته بالتفصيلات الثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية التي تهدف إلى تثقيف القارئ بحالة ذلك الزمان، وتصوير مفردات الحياة اليومية حتى يعيش معها، وينتقل الكاتب من مشهد إلى مشهد بأسلوب مشوق يقوم على تقطيع الأحداث المثيرة وتقطيرها وتوزيعها في فصول مختلفة حتى يلهث القارئ في طلب معرفة خاتمتها ومسوغاتها التي لا تكتمل صورتها دفعة واحدة. زمكان الرواية تنوع بين بوهلة وإزكي والقابل ومسقط وزنجبار ومكة وتنوفة وسيق والعين وبركة الموز ونزوة وجبرين، وقد كان لبوهلة النصيب الأوفر لدى الكاتب في مشاهد هذه الرواية، حيث نجد أن سطور هذه الرواية بما يقارب من 100 مشهد في ولاية بوهلة وبقية المشاهد في الأماكن الأخرى. مشياً على الأقدام ومعايناً لقلعة بوهلة التي كان فيها سكن أبي زيد وأسرته، وقارئاً إنتاج أبي زيد الفقهي، ومقلباً الأبحاث التي كتبت عن سيرته وشهادات من عاصروه أو من سمع ممن عاصر، وكتب تاريخية تضم الأحداث السياسية في زمانه، هكذا كان يجمع الكاتب معلوماته وأدلته عن هذه الشخصية العظيمة ليجمعها في كتابه. عمد الكاتب لتحقيق السرد الاجتماعي في الرواية التاريخية على الخيال لضخ المزيد من التفاصيل والحياة، إذ تجنح الرواية إلى سد فراغات تفاصيل الأحداث باختلاق مشاهد خيالية كتخيل سيرة أبي زيد وملامح سلوكه وشخصيته وظروف زمانه وعلاقته بالدولة والرعية، لأن الرواية عمل أدبي في المقام الأول وليست وثيقة تاريخية. وصلت النسخ المطبوعة للرواية حتى 4 طبعات، وحظيت بالقراءة والانتشار بين جموع القراء، كما حصلت الرواية على اهتمام أساتذة في جامعة آل بيت بالمملكة الأردنية، فجعلتها نموذجاً للروايات التاريخية في أحد مقرراتها، وكانت موضوع مشروع تخرج لطالبة بكالوريوس في جامعة السلطان قابوس. رواية تستعيد النزاهة والحكمة والاستعانة بأدوات من مضوا لتعيننا على فهم وتجاوز تحديات
تبدو متكررة في سلسلة الزمن الجديد، ولسان حال أبي زيد يقول: ما عندي سوى هذا الجاعد الأبيض، فخذه إن شئت.